نهاركم مبروك مشاهدينا، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولو الناس. الصيف هو موسم العطله والسفر، لهذا خرجنا الشارع المغربي باش نسولو المواطنين واش يقبلوا باش يدوزوا العطله الصيفيه مع العائله ديالهم، في حين ان العائله ديالهم هي اللي قررت تجي تدوز عندهم العطله الصيفيه، واش غيوافقوا؟ نمشيو نشوفوا الاجابات ونرجعوا لكم. بالنسبه للسفر خارج من الدار البيضاء عند العائله، انا غير ما كتروقش نمشي عند العائله، علاش؟ شنو كتبقى في الخصوصيات وكنحسوا شويه الضيق. هذا ماشي يعني العائله غاتكبرش بيك، ولكن الوليدات كيبغيو يرتاحوا، مالين الدار كيبغيو يرتاحوا، بالتالي كتوضع راسك واحد الميزانيه مقرره اللي كديرها سنويه اللي كتخليك تلوج لبعض المدن المغربيه من ضمنهم طنجه او الحسيمه. وانا محب للشمال بزاف، بالتالي كيقول لي احسن تمشي تسافر بوحدك مع وليداتك، دير اللي بغيتي، نعس الوقت اللي خرجتي ودخلتي، لانه غادخل في التفاصيل. لا نمشي انا والمدام فشي قنت، ما يمكنش غنمشي للعائله، العائله خصك ربي تمشي عندها، تكون بالنسبه لي عندي الدراري ما يمكنش نمشي عند العائله. لا ندوز مع العائله، ندوز مع العائله احسن. نبغى نسافر انا مع الدار، ما نمشيش مع العائله كامله انا. شي صويريه، شي الصويره، لمراكش، لا ماشي مع العائله، كدير الوليدات ديالك وتخرج متفوج فيهم، احسن حاجه. لا كنفضل ندوز العطله مع العائله ديالي، مع العائله كتكون الجلسه مزيانه وكنرتاحوا مزيان. لا ما تقلقش، الدنيا هانيه، يجيو عندي ماشي مشكل، الدنيا هانيه. واخا يجيو عندنا العائله يدوزوا الصيف ما كنتقلقش، هانيه. مرحبا ليك زعما، ماشي مشكل. لا ما يقلقش، يعني جا هذا كيبغيك، ما يمكنش غادي شي واحد ما كيحملكش. مرحبا مرحبا، ما عندي مشكل، لا الحمد لله. ممكن، ماشي مشكل. مرحبا بهم. لا مرحبا به هنا في كازا. مرحبا بي، انا عندي الدراري ما نفضلش نمشي عند العائله نتبرصت مع الدراري، مازال نمشي بوحدي، نمشي شي بلاصه بوحدي. واه مزيانه باش نمشي عند العائله معايا الدراري وليداتي بربعه ما يمكنش. حنا الا كنهضروا كتمغربيت ولي المملكه المغربيه، فاحنا مرحبين. ما كنظنش شي دار مغربيه او العائله أو يجي عندك وتخلي الضيف وتخرج، هذا ماشي في العادات والتقاليد ديال المغاربه. لا لا ابدا. مرحبا والف مرحبا، كانت الاجابه ديال المواطنين المغاربه، في حين ان العائله ديالهم قررت تجي تدوز معاهم العطله الصيفيه. اما بالنسبه واش هما يوافقوا انهم يمشيو يدوزوا العطله الصيفيه مع العائله ديالهم، فاغلبيه المواطنين رفضوا الفكره. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، تبقوا على خير.